بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اول حاجه سالت عليها امبارح في مباراه الجزائر وغانا، وين رياض؟ اين ولدنا؟ اين ابننا؟ فين رياض محرز يا جماعه؟ محرز مش موجود ليه؟ خير اللهم اجعله خير. الواد ماله يا جماعه، مصاب ولا في حاجه؟ قال لك لا الحمد لله مش مصاب ولا اي حاجه. في ناس قالت ان دي وجهات نظر فنيه، ده الكوتش جمال بالماضي. وفي ناس تانية قالت لا السكاتر عامله حاجه صحي للاعيبه اللي جايه من انجلترا. طب ما سعيد بالرحمه جاي من انجلترا برضه، يعني رياض جاي من انجلترا وسعيد بالرحمه جاي من بوركينا فاسو. استغربتها بصراحه، بس لقيت ان بعد المباراه في ناس كتير بدات تسال السؤال ده، لحد ما طلع الاستاذ صلاح بايع عبود، او دايما عمال بغلط في اسمه. المهم الاستاذ صلاح طلع وقال ان دي قرار من الكوتش جمال بالماضي علشان خاطر يريح رياض محرز، لان رياض لعب البوكسنج دي، ماتشات البوكسنج دي، و سعيد بالرحمه برضه لعب ماتشات البوكسنج دي. بس هي القصه قصه ان سعيد بالرحمه لسه شاب عنده 26 سنه ورياض محرز عنده 30 سنه، فطبيعي ان رياض محرز هيكون محتاج راحه اكتر بكتير من اللي هياخدها سعيد بالرحمه، لان احنا عارفين ان كل لاعب على حسب المجهود بتاعه، كل لاعب على حسب القدرات البدنيه اللي عنده. فطبيعي ان رياض صعب عليه ان هو يلعب 3 4 ماتشات في ظرف 10 ايام، ومش صعب على سعيد بالرحمه، لان هي الكره كده والايام دول عزيزي. فالحمد لله رب العالمين رياض محرز طلع بالسلامه، والحمد لله الموضوع طلع ما فيهوش اي حاجه خالص تقلق، سوى ان احنا كنا بنتكلم بمنطقيه قبل القصه دي، كنا بنقول ان الله يا جماعه الماتشات الوديه مع ضغط الفيفا اللي عامله على المحترفين هيخلي المنتخب الجزائري والمنتخبات اللي عايز تعمل وديات تريح اللعيبه اللي لسه جايه من اوروبا، علشان خاطر الناس دي هتكون محتاجه راحه. والحمد لله انا جنب بالماضي فطن للموضوع ده بدري وراح مريح رياض محرز. نتمنى رياض يكون من العناصر المؤثره في كاس الامم الافريقيه، نتمنى ان رياض يبدا ماتش سيراليون ويجيب جونين ثلاثه كده، وان شاء الله باذن الله نعدي البطوله على خير وسلام من غير اي اصابات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك ابرو. تذكر في الحالتين دايما ان احنا مانشستر سيتي فانز، فجايين نشوف رياض محرز بيعمل ايه عشان خاطر اللعيب بتاعنا بقى. معلش يعني ده لو سمحت يعني معلش.